السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله كل خير وصحة وعافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. في عالم مليء بالتحديات قد ننسى أحيانا أن نتوقف لحظة لنقدر الأشياء الجميلة التي تحيط بنا. إن الشعور بالامتنان ليس مجرد تعبير عن الشكر، بل هو حالة ذهنية ووجدانية تعزز من سعادتنا وتساهم في تحسين جودة حياتنا. فعلينا أن نبدأ يومنا بالشكر على النعم التي نمتلكها مهما كانت بسيطة، فإننا بذلك نفتح أبواب السعادة والرضا في حياتنا. ابقوا معنا، أكيد عندنا كثير من الفقرات الممتعة والمفيدة بانتظاركم. أنا زميلتي حصة، صباح الخير يا حصة. صباح الخير، وأنا جدا ممتنة بما أن الامتنان جدا ممتنة أن أنت تكوني معي اليوم. نعم يا خلود، طبعا أكيد الشكر والامتنان يمكن أن يكونون في اتجاه الأشخاص اللي يدعموننا والأحداث اللي تعلمنا منها، حتى التحديات اللي جعلتنا أقوى وأصلب. صباح الخير أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصباحي صباح رباح. نتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بنشاط وحيوية. حلقة اليوم راح تكون بإذن الواحد الأحد ممتعة ومليئة بالمعلومات والفقرات المثيرة. نبتدي حديثنا عن التحذير من ارتفاع درجات الحرارة بدول الخليج مع إدارة الأرصاد الجوية، وأيضا بنتكلم عن المخيم العلمي الصيفي وما يقدمه من أنشطة وتجارب تعليمية ممتعة، هذا بالإضافة إلى أخبار من حول العالم. بما أن احنا خلود طبعا في الامتنان والشكر، رب العالمين يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. علاقة الامتنان جدا تكون جميلة لما تمتنين، حتى للشارع لما يكون نظيف الامتنان يزيد الرزق، يزيد البركة في الحياة. شنو طبيعتك أنت خلود بالامتنان؟ دائما أسمعك تقولين شكرا، الحمد لله يا رب، الحمد لله والشكر، هاي كلمة لازمك حتى في هاي اللهم لك الحمد لك الشكر. كلمنا عن اللهم لك الحمد لك الشكر. فعلا ترى من أول ما تقوم الصبح، يمكن هاي حتى من الأساليب اللي يتبعونها بعض المدارس في تحسين حالة بعض الأشخاص اللي يعانون من الاكتئاب، أنك أول ما تقوم تفكر في مثلا 5 أشياء أنت ممتن لها اليوم. ممكن مرات يكون يعني تقول إنه أوه ما عندي شيء جديد إن أنا ممتن له، ترى إنك تقوم الصبح إن عندك يوم جديد هاي شيء أنت ممتن له، إنك تتنفس، إنك تشوف الأشياء. يمكن إذا أنت من الأشخاص اللي تقدر تشوف حتى الجمال في الأشياء الصغيرة، هذا أكيد بينعكس عليك، وجربوها يعني. مثل ما انعكس عليك خلود أكيد ينعكس على مشاهدينا الكرام طبعا الامتنان والشكر الجزيل لرب العالمين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فعلا إذا في حلقتنا اليوم أكيد بتابعوا عدد من الفقرات والفعاليات، والبداية مثل ما عودناكم مع أبرز العناوين. وزارة الأوقاف تطلق خدمة الفتاوى الحية للرد على الفتاوى والاستفسارات الشرعية في تطبيق واتساب. المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تنظم دورة التطريز اليدوي للمبتدئين. ومن ضمن فقراتنا من حول العالم راح تتابعوا اليوم ازدهار عمليات الغوص في تايلاند لإنقاذ الشعاب المرجانية. المنسف طبق وطني شعبي صمد عبر الآلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية. مثل ما عودناكم كل يوم عندنا سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي، كان سؤالنا الحلقة أمس اللي راح نشوف أجوبته اليوم، ما الأنشطة والبرامج التي قمتم بتسجيل أبنائكم بها خلال الصيف؟ نتعرف على تفاعلاتكم خلال سياق حلقتنا. علوم جونا اليوم مع حصة، علوم جونا اليوم. اليوم طبعا خلود كان في غبار شوي عالق في الجو، لكن مشاهدينا خلونا نبتدي فقرتنا للطقس مع بعض الأجواء الصباحية في مدينة لوسيل. والحين راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقعة لليوم على بعض المدن القطرية، نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، ونبدأها بالحالة العامة للطقس.
لا يوجد تحذير على الساحل، أما بالنسبة للطقس فهو حار نهارا مع غبار خفيف وبعض السحب أحيانا. أما الرياح فهي شمالية غربية إلى شمالية شرقية وتصل من 5 إلى 15 عقدة. حالة البحر فهي من 1 إلى 2 قدم. نبدأ بمدينة الدوحة حيث درجات الحرارة تتراوح بين 31 و43 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 50 و80%، والرياح شرقية وتصل إلى 8 عقد. ننتقل معكم إلى بوسمرة حيث درجات الحرارة تتراوح بين 29 درجة مئوية و41 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 30 إلى 80%. الرياح شمالية إلى شمالية غربية وتصل إلى 5 عقد. وفي الوكرة درجات الحرارة تتراوح بين 31 و43 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 50 و80%. الرياح شرقية وتصل إلى 8 عقد. نذهب معكم إلى مسيعيد حيث درجات الحرارة تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 60 و90%. الرياح شمالية إلى شمالية غربية وتصل إلى 7 عقد. وفي مدينة الخور وحيث درجات الحرارة تتراوح بين 31 إلى 43 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 50 و80%. الرياح جنوبية وتصل إلى عقدة واحدة. ونختم النشرة الجوية مع مدينة دخان حيث درجات الحرارة تتراوح بين 29 و41 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 30 و80%. الرياح شمالية وتصل إلى 5 عقد. بالنسبة لرواد البحر لا يوجد هناك تحذير. وللمزيد عن حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي صقر السويدي من إدارة الأرصاد الجوية، حيث تداولت وسائل التواصل يوم أمس وأوضحت أن هناك درجات الحرارة تصل أو سوف تصل إلى 50 درجة فما فوق، فما صحة ذلك أستاذ صقر؟ صباح الخير، مرحبتين. بسم الله. مرحبا. تتأثر منطقة الخليج العربي بموجة حارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهاي بسبب تعمق منخفض الهند الموسمي. بنحس بتأثيره بشكل واضح خاصة يوم الجمعة. الرياح يومها بتكون جنوبية غربية شمالية غربية، وهاي يساعد بشكل كبير على رفع درجات الحرارة. لحد حين آخر التحديثات توضح أن درجات الحرارة العظمى بتكون في نهاية الأربعينات على مختلف المناطق. وطبعا ندعو الجميع لمتابعة آخر تحديثات الطقس من مصادرها الرسمية. عطنا علوم الجو لليوم مستاذ صقر. بإذن الله. حالة الطقس نتكلم عن بشكل عام عن عطلة نهاية الأسبوع. حالة الطقس بشكل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع الأجواء بتكون حارة إلى حارة جدا على مختلف المناطق. الرياح من المتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية شمالية شرقية. أما عن حالة البحر ولله الحمد لا يوجد أي تحذيرات بحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم. هذا ويبقى العلم عند الله. كما ننصح اتباع إرشادات السلامة خلال الأجواء الحارة، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. والله يحفظ الجميع إن شاء الله. شكرا صقر السويدي المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم. الحين أترككم مع درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج. كانت هاي علوم الجو مع زميلاتنا حصة. شكرا يا حصة. والحين ناخذكم مع جولة مع الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بصوت الزميلة ديانا بكير. نبدأ الجولة مع صحيفة الراية. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يوجه القوى المشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويؤكد بأن مهمتهم في فرنسا هي امتداد لمسؤولياتهم ومهامكم في قطر.
الأرصاد الجوية تتوقع موجة حر شديدة نهاية الأسبوع بدرجة حرارة في حدود 49 درجة نتيجة لتأثر منطقة الخليج بموجة حر شديدة بسبب تعمق منخفض الهند الموسمي. وزارة البلدية تدعو الصيادين إلى الالتزام بقرارات تنظيم الصيد وتحدد أدوات الصيد المحظورة بهدف الحفاظ على الثروة السمكية. وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا تدشن أولى الدورات التدريبية ضمن برنامج عازم والتي تستهدف فئات الموظفين الجدد والمقبلين على الزواج والغارمين. ننتقل إلى صحيفة الشرق. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن حصول برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الصيدلة بكلية العلوم الصحية على اعتماد رسمي من قبل المجلس الكندي لاعتماد برامج الصيدلة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد تفتتح مسجداً جديداً في منطقة أبا الحيران يتسع ل 350 مصلياً ومصلية في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها. دولة قطر تشارك في ملتقى القصيم العقاري والذي نظمته الغرفة التجارية بمركز الملك فهد الحضارية بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية. مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة يطلق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بموسم الصيف تحت شعار صيف وفن، وذلك من خلال باقة غنية للأطفال حتى نهاية شهر يوليو الجاري. ننتقل إلى صحيفة العرب. دولة قطر تشارك في منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون الذي اختتم أعماله أمس في جمهورية الصين الشعبية. مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يدعو إلى تقديم مقترحات في إطار صندوق الاستراتيجية الخليجية 2024-2025 لتحديد نطاق مشروع التعاون القطري البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي. وزارة المواصلات تؤكد إنجاز 2971 معاملة خدمية بقطاع النقل البري خلال الربع الثاني من العام الحالي. مشارب قلب الدوحة تعلن عن باقة من الأنشطة الصيفية للسكان والزوار، وذلك في الفترة من 15 يوليو إلى 31 أغسطس المقبل. نختم الجولة مع صحيفة الوطن. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعتمد 18 حملة لتقديم ختمات تسيير رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة مع بدء المملكة العربية السعودية استقبال أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي نظمتها وترأستها وزارة التجارة والصناعة. إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الثانية للجمهور من الرجال والنساء في علم الفقه بجامع عمر بن الخطاب، وذلك ضمن برنامج تفقه. مطار حمد يقفز إلى الصدارة عالمياً في تصنيف إير هيلب لأفضل مطارات العالم دولياً لعام 2024. وما زلنا في الأخبار المحلية، حيث أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خدمة الفتاوى الحية للرد على الفتاوى والاستفسارات الشرعية عبر تطبيق واتساب. نتابع التفاصيل. انطلاقا من رؤية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يكون موقع إسلام ويب المرجع والملاذ الإعلامي الأول على شبكة الإنترنت الذي يقدم للمستخدمين المعارف الشرعية الموثوقة، أطلق قسم الشبكة الإسلامية إسلام ويب بإدارة الدعوة والإرشاد الديني خدمة الفتاوى الحية من خلال تطبيق المراسلة الفورية واتساب، وخدمة فتوى الشات الجديدة على الرقم 00974500045 64. تستهدف جميع المسلمين الناطقين باللغة العربية داخل دولة قطر وخارجها، ولإطلاق هذه الخدمة أهداف عديدة لعل من أبرزها اختصار الزمن في سرعة قياسية للإجابة على السؤال الواحد، فتح قنوات جديدة للتواصل بين الموقع وزوار الواتساب، استقطاب جمهور أكبر وفئات غير معنية بالإنترنت،
سهولة وصول المستفتي للفتوى ويسر طرح سؤاله، تمكين المستفتي من طرح سؤاله مفصلا، وكذلك تمكين المفتي من الاستيضاح من السائل مباشرة عما يحتاج إلى توضيح قبل أن يجيبه على سؤاله. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة الجديدة يقدمها مركز الفتوى في موقع إسلام ويب من خلال فريق من الباحثين الشرعيين المتخصصين في مختلف المسائل الفقهية والشرعية من الساعة 8 صباحا حتى 1 بعد الظهر، ومن 4 عصرا إلى 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الجدير بالذكر أن إسلام ويب يقدم خدمة فتوى SMS يستفيد منها الآلاف داخل قطر، وقد استفاد منها العام الماضي أكثر من 10,000 مستفتٍ. نتعرف على فعاليات وأنشطة صيفية، لكن بعد الفاصل لا تروحون بعيد. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد. انطلقت فعاليات المخيم الصيفي بالنادي العلمي القطري، وقدم مركز المبتكر الواعد بالنادي أولى ورش المخيم. نتابع. تتواصل فعاليات معسكر النادي العلمي الصيفي 2024 حتى نهاية شهر أغسطس المقبل بدعم وإشراف من إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب. تعكس الأنشطة والورش التي اعتمدها النادي خلال المعسكر رؤية النادي العلمي المتمثلة في ريادة العلوم والابتكار، حيث بلغ عدد الفعاليات العلمية خلال المخيم أكثر من 30 فعالية بين ورش عمل ومسابقات وبرامج علمية متخصصة. طبعاً إحنا عندنا 3 أقسام في النادي العلمي القطري، عندنا قسم المبتكر الواعد، واحة الصناع، وميكانيكا السيارات، وعندنا العديد من البرامج على مدار السنة. طبعاً مو بس نختصها بس في الصيف، بس نكثفها في الصيف بحيث إنه يكون عند الطلاب إجازات يجون ينمون مهاراتهم عندنا، يستغلون ويصقلون الإجازة بالمهارات المفيدة. وطبعاً داخل كل برنامج حسب الفئات العمرية اللي إحنا نستضيفها، مثل المبتكر الواعد إحنا نستضيف الفئة العمرية من 7 سنين إلى 14 سنة، وعندنا واحة الصناع نستضيف اللي هي الفئة العمرية الأكبر من فوق 18 تقريبا أو 16 سنة، وأيضا ميكانيكا السيارات بنفس هذا العمر يستضيفون هالفئات العمرية وحسب كل برنامج. طبعا مدخلين البرامج الذكاء الاصطناعي، عندنا أيضا حاليا إحنا قاعدين نشتغل على سيارة صديقة للبيئة في برامجنا، بحيث أن نساعد على تحفيز الطالب ومساعدته وحفاظه على البيئة اللي هي سيارة صديقة للبيئة. وأيضا من البرامج تركيب أساسيات البرمجة في الذكاء الاصطناعي، بعضها مدخلينها في البرامج، وأيضا العديد من البرامج الأخرى في واحة الصناع وميكانيك السيارات. وأيضا طرحنا برنامج اللي هو أن احنا نخلي أيضا ميكانيك السيارات ليست فقط للذكور وإنما أيضا للإناث، فدخلنا هالورشة وما شاء الله صار عليها إقبال جدا كبير. الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة والشباب تقدم دعماً خاصاً للنادي العلمي القطري وبرامجه العلمية، بحيث تستقطب أبناء المجتمع وتقدم لهم ورشاً وبرامج هادفة وذات جودة عالية في مجالات يرغب النشء والشباب في تعلمها، وتعتمد على اقتصاد المعرفة وتلبي رغباتهم في تطوير مهاراتهم العلمية. نبقى مع الأنشطة الصيفية، إذ يقدم برنامج مهندس الحياة العديد من الخطط والبرامج الصيفية الخاصة بالفتيات خلال الفترة القادمة. وللمزيد عن هذه الأنشطة يسرنا استضافة السيدة سارة بجسوم مديرة برنامج مهندس الحياة للفتيات. صبحت الله بالخير وحياك الله معنا نور برنامج. هلا مرحبا. في البداية استاذة سارة، طبعا حابين نعرف ما يميز برنامجكم اللي هو مهندس الحياة. بداية أوجه الشكر للجهود المبذولة في الدولة على تبني فكرة الأنشطة الصيفية، على التسهيلات المقدمة لنا في تقديمها على أكمل وجه. برنامج مهندس الحياة هو أحد هذه البرامج التربوية الشبابية التي تهدف لخلق جيل واعي وطموح، خلق قادة لبناء هذا المستقبل.
تم تأسيسه في عام 2017 ما شاء الله، وانطلقنا فيه واستمرينا، وهذه بإذن الله بتكون السنة الثامنة لنا على التوالي ما شاء الله. ما يميز برنامج مهندس الحياة، وأكيد مش كسورا في البرامج الأخرى، ولكن عدة أمور لعل أبرزها من وجهة نظري هي المشرفات التربويات القائمات على تقديم هذا البرنامج لبناتنا. المشرف التربوي هو العامل الأساسي، هو القدوة الحسنة، حتى اختيارهم يتم اختيارهم بمعايير معينة، أنهم يكونون مشرفات تربويات لهم في السلك التربوي، هم الطابع الأساسي، هم أصحاب الأثر، هم أصحاب الخبرة في هذا المجال. كل ما طبعا الإنسان كان خبير في مجاله أكيد راح تسهل عليه تعديل السلوكيات والأثر في بناتنا. النقطة الثانية هي التنوع في الأنشطة. أكون صريحة معاكم، في هذا الزمن نواجه تحديات كبيرة في وضع الأنشطة. عندنا بناتنا تبارك الرحمن الملهيات الآن صارت كبيرة في حياتهم، ما بين هواتف، آيبادز، ألعاب إلكترونية، ففي أشياء تونسهم أكثر. يوم تيجي تقول لهم خلصنا مدرسة تعالوا نشاط صيفي، يصير فيهم تانا مخلصين المدرسة بعد نشاط صيفي شي ينطرنا. فنكون حريصين أن احنا نشتغل على عمليات الجذب بشكل كبير، بقدر الإمكان نبتعد عن التكرار. أي نشاط نشوفه مكرر في الساحة نحاول نبتعد عنه، نكون نفكر خلينا نقول خارج الصندوق بقدر الإمكان، كما ذكرت بهدف جذب هذا الجيل الجديد. عندنا قاعدة أساسية، لا يوجد نشاط يقدم للطالبات من غير هدف، إما قيمة تربوية، إما مبدأ ديني إسلامي مربوط بالعادات والتقاليد، تعزيز القضايا الإنسانية، ولعل أبرزها الآن الأحداث اللي قاعد تصير في غزة، الله ينصرهم إن شاء الله، وراح نسلط الضوء بشكل كبير هذه السنة على هذه القضية، وإن إحنا كيف ننصرهم ولكن بطريقة مبتكرة إن شاء الله توافق احتياجات الفئة المستهدفة عندنا. ما شاء الله، يعني مبين ان انتم ايش قد يعني دقيقين ومركزين. ودي اسالك شنو الاختلاف بين الصيف اللي طاف وهالسنه، لكن على موضوع سؤالنا، سالنا السؤال للمشاهدين شنو سجلتوا عيالكم في الانشطه الصيفيه، فخلينا نشوف معك مع حصه شنو البرامج الصيفيه اللي متابعينا سجلوا ابنائهم فيها. خلينا نشوف اول مشاركه، الرياضة والبرامج الدينية. مشاركة أيضا تقول السباحة. عندنا بعد مشاركة تحفيظ القرآن. طبعا يعني تتنوع الأنشطة الصيفية، وأكيد أنتوا حرصتوا أن الأشياء اللي أنتوا سويتوها الصيف اللي طاف أكيد طورتوا منها، حدثتوا عليها، فأعطينا شيء الجديد فيها. نتكلم نسلط الضوء على هالسنة، طبعا كما ذكرت احنا بقدر الإمكان نبتعد عن التكرار، ولو صار في تكرار في المسمى المحتوى يكون مختلف او قد يكون مكمل للسنه الماضيه. مثلا هالسنه عندنا فقره كامله اسمها كن انت الراوي. العام كان عندنا فن التحدث امام الجمهور، شلون البنت توقف امام الجمهور تعرف بنفسها تكسر هذا الخوف. هالسنه خلينا نقول مكمل ولكن بطريقه اخرى، يركز على مهارات التفكير الابداعي. الان عندك صور مختلفه على سبيل المثال، كوني من خلال هالصور تمثيلية مسرحية ولكن ذات هدف، شو القيمة اللي أنت تبي توصل لي إياها والرسالة المطلوبة؟ الآن اعرضها لي في المسرح أمام الجمهور، يصير في تقييم. هذه خلينا نقول هي بعد في نفس الوقت ساعدنا إحنا كمشرفات في يعني نختار المبدعين وعندهم هذه المهارة واستغلال مهاراتهم في الحفل الختامي. إن شاء الله راح يكون عندنا تمثيل مسرحي من قبل المشتركات أمام أولياء الأمور. ايضا عندنا يوم كامل اسمه تراث اجدادنا. الهدف ان نخليه مثل صله، نصل ابنائنا والجيل الحالي بالجيل الجميل القديم. من ناحيه العادات والتقاليد، شنو ابرز المصطلحات اللي كانوا يتكلمون فيها او يذكرونها بشكل يومي، الالغاز، الالعاب الشعبيه اللي كانت يستغلونها في اوقات فراغهم. ايضا عندنا بتكون مساحه كامله للتجارب، مثل وايضا تهيئه من عوامل الجذب ان احنا ندخلهم مختبر واشياء المختبريه هذه، ان الطالبه تمر باربع محطات، كل محطه فيها تجربه تسويها الطالبه وعندها اليه التنفيذ الكامله تنفذها مع المشرفات القائمين على النشاط،
وبعدها تستنتج شنو الظاهرة الطبيعية اللي طلعت معاهم، كيف ممكن نحن نستمتع بقدرة رب العالمين سبحانه بتسخير لنا هذه الظواهر. طيب سارة، طبعا هناك فئات مستهدفة، يعني انتم تقبلون الفتيات من سن كم لكم؟ احنا الفئة المستهدفة عندنا من سن 7 سنوات الى 13 سنة، وقسمت الى فئتين، فئة الناشئة من 7 سنوات الى 9 سنوات، اما الفتيات من 10 سنوات الى 13 سنة. طبعا بناء على الاختلاف العمري والخصائص العمرية فيما بينهم، تم تخصيص ايضا برامج تلبي احتياج كل فئة، بحيث احنا حتى لا نقبل في خلط الفئات مع بعض حتى لو كانوا اخوات، لان تختلف عندي الاحتياجات. جميل. يمكن واحد من البرامج اللي تكلمتي عنها من شوي ان مخصصين يوم كامل، ان المصطلحات القديمه يعني قاعده تحاول اتخيل جو اليوم هذا، فهل تقعدون معاهم كبار السن او شلون؟ طبعا هذه ان شاء الله بتكون شراكه بيننا وبين اولياء الامور، واحنا نعزز التواصل مع اولياء الامور. ولي الامر والحمد لله عندنا وعي كافي الان من اولياء الامور على هذه الانشطه، فيحب انه هو يكون معنا اول باول، فمشاركته الان وقضاء لو ساعه ساعتين مع ابنه راح تفرق كثير. اكيد راح نعزز اكيد وجود كبار السن فيما بيننا، القصص التراثيه القديمه، فعاليات الحنه وخبز الرقاق، يعني نعيشهم يوم تراثي بحت. جميل. اكيد. جميل. طبعا اكيد في هناك بنود مثل ما ذكرتي، ان على اساس ان حتى في الفئه العمريه ان في احتياجات معينه. صح. طيب انا اليوم انا عندي مثلا 3 بنات وكل فئه عمريه تختلف عن الثانيه، ابي اسجلهم، شنو هي بنود المشاركه؟ بنود المشاركه المشاركه ان البنت يتوافق عمرها مع البرنامج المطروح فقط، ليتكون اما من سن 7 ل 13 سنه. طيب هناك اكيد انشطه موجوده، مثلا انا بنتي هواياتها تختلف عن هوايات الخوات الاخرى. صح صح. انا اقدر اسجلها على حسب الهوايات او على حسب مثل ما نقول استمتاعها بالشيء، او انه مثلا يكون برنامج كله كامل تدخل فيه من الف الى الياء؟ هو برنامج متكامل. طبعا في البدايه احنا وقت الاعلان نحط رؤوس الاقلام الاساسيه اللي احنا راح اللي يشمل عليه عليها البرنامج. الله ينور. نعم. عليك. فهذه عامل مساعد لولي الامر ان هل تلبي احتياجات ابنه او لا. اشتراكه يكون خلال اسبوعين المتتاليين، تكون معنا الطالبه خلال تقريبا 4 ساعات ونص الفتره الصباحيه. ايضا مثل ما ذكرت لك، احنا عندنا تنوع في الانشطه، فيوم عندنا مثلا العاب رياضيه، جلسه ذكر، اعمال يدويه، اليوم الثاني مثلا يوم كامل ترفيهي، عندنا من ضمن البرنامج ايضا رحله خارجيه. ففي تنوع نحاول بقدر الامكان تلبيه الاحتياجات. اضافه الى ذلك اثناء التسجيل عندنا فورمه يعبيها ولي الامر، شنو مهارات البنت عندك؟ شنو الاشياء والله اللي ودك نسلط الضوء عليه من ناحيه سلوك، ناحيه نعززه او نحاول نعدله بشكل بسيط، اذا فيها حساسيه ولا لا، يعني حتى ادق الامور بحيث نراعي الجميع بقدر الامكان. حلو. يمكن يعني الحصه الموضوع حلو ان انا بخلي بنتي تجرب شيء هي يمكن ما تعرفه، ويمكن تحصل نفسها. صح. انها تحبه. نعم. ويعني تجرب كل الاشياء يمكن. الاوقات تقريبا انتم الساعه كم للساعه كم؟ بما ان في عالم الحين تسمعنا، هل الحين باب التسجيل مفتوح او خلاص؟ الوقت ان شاء الله المده بتكون بننطلق 30/7 باذن الله لين 12 اغسطس. حلو. يعني حماية من الساعة 9 الصبح لين 12:30 الظهر، أكاديمية العوسج في المدينة التعليمية. ولكن أكون صريحة جدا، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، العدد مكتمل، العدد مكتمل من بداية الشهر ما شاء الله. ولأول مرة بسبب إلحاح والله أولياء الأمور تم رفع العدد إلى 110. ما شاء الله. إحنا العادة ناخذ عدد مقنن عشان يعني نركز عليهم، ولكن فتحنا المجال، وأكيد صار في زيادة للمشرفات التربويات والمتطوعات المشرفات على البرنامج. بعد حلو المقترح أن مثلا تقوم من الصبح على الأقل ما يضيع يومها مثلا في النوم أو في شيء، خاصة قبل الدوام يعدلون أرقامهم. بعد فترة مسائية أنها تكون مثلا من الساعة 4 لين الساعة كم 8 أو 7، بعد حلو تري. إن شاء الله تكون خطة مستقبلية إن شاء الله ضمن الواحد الأحد. طبعا أنشطتكم الجديدة في حق هاي السنة سارة ذكرتها، اللي هي كن أنت الراوي،
غرفة المختبرات، عندنا أيضا خريطة الكنز، وهالمرة سويناها بطريقة مختلفة، نحن نربطهم أيضا بتراث. على سبيل المثال يلا روحي المكان الفلاني دوري الكشمة، كشمة شنو لحظة، فتبدأ تفكر تحاول أنها تربط بالجيل الحالي، تستعين بصديق، تروح المكان المطلوب، تبدأ تبحث لين تحصلها، يكون في تعزيز بين الأجيال. جميل، أتوقع يعني أكثر شيء شد انتباهي في أنشطتكم أن أنت ركزتي على أن المشرفات تربويات طبعا. يعني تحسين نص العملية التعليمية هي الحوار بينك وبين الطفل أصلا. نعم. فما بالك إذا كانوا يعني متمكنات. شكرا سارة أبو جسوم على هذا الحوار وعلى وقتك معنا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى المؤسسة العامة للحياة الثقافية كتارة التي تنظم دورة التطريز اليدوي للمبتدئين، خلينا نتابع. شهدت استوديوهات كتارة للفن انطلاق ورشة التطريز اليدوي للمبتدئات التي تقدمها المدربة حسنة المري. طبعاً الورشة اليوم بالتعاون مع مؤسسة كتارة بيكون للبنات المبتدئين اللي ما عندهم أي خلفية في مجال التطريز اليدوي. الفئة المستهدفة عندي من عمر 12 أو 15 خنقول أو فوق، راح نعلم فيهم الغرز الأساسية، راح يكون في مخرج بإذن الله. وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة ورش الصيف التي أطلقتها كتارة مطلع يوليو الجاري، وتتناول مجالات فنية متعددة، وسيتم منح المشاركين شهادات في ختام كل ورشة. راح نتعرف على كيفية صنع الكيك بخطوات بسيطة وسهلة مع شيف الصغير، لكن من بعد الفاصل خلكم معنا. مرحبا فيكم من جديد، وما زلنا معكم في برنامج صباح صباح. ضيفتنا اليوم محبة للطبخ وتزيين الكيك رغم صغر سنها، لأنها تسعى لتطوير هوايتها وتشجيع منهن في عمرها عشان يحصلون شغفهم في الحياة. أكيد، ونرحب بالاستوديو بالشيف الصغيرة تماضر بدر بخميس. صبحت الله بالخير تماضر. أهلا. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ بخير. شو جاية تسوي لنا اليوم؟ اليوم راح أزين كيك. أول شيء قولي لي قبل تزينين الكيك، أنت شلون صرتي فنانة كذي وتحبين التزيين والطبخ ومعطينك لقب الشيف الصغير؟ شلون؟ كنت أشارك في دورات فحبيت الطبخ، وبعد كنت أجرب بالبيت. شفتوا هاي فايدة أن نخلي عيالنا يشاركون في برامج صيفية صح؟ يلا راوينا شلون بتزينين لنا. أول شيء راح أبدأ بكيكة. أنزل الحين أنت عندك طبعا هاي الكيكة البيضة كيكة فانيليا صح؟ كيكة اي. انزين، وهذه؟ هذه شوكليت. انزين، هي كيكة عبارة عن كيكة جاهزة؟ كيكة جاهزة؟ كيكة لا، انا احنا سويناها شو اسمه؟ فنانة. بس وتزينينها؟ اي. تمام. انزين، ابتدي التزيين، وقولي لنا شنو هو هاي اللي انت قاعدة تزينين فيه؟ هاي الكريمة. ايوه. راح اسوي. اذا انا بسويها بابيض؟ الله. يا سلام. شكلك بتسوين وردة يا تماضر. صح. فنانة البنت. اي ما شاء الله. انزين، عندك يعني هوايات غير التزيين مثلا؟ ان انت مثلا انت سويتي الكيك. عندي وايد هوايات بس منهم الطبخ. يعني اكثر شيء تحبين الطبخ. ايه. تحبين تاكلين اللي تطبخينه ولا ما تحبين؟ مرات. مرات صح؟ مرات. يقول لك خلود إيه؟ اللي يطبخ ما يحب ياكل اكله. غالبا صح. يلا خلنا نشوف معك شو تزيني. نشوف الفن اليوم بنتحدى فيك بعد شي ميزه، نبيك تسولفين معنا وتزينين. خلاص؟ أوكي. يعني تشتغلين معنا وتسولفين. في اي دوره تعلمتي للطبخ؟ واحنا نزين قلنا. اي فكري يلا، ومتى تعلمتي شلون تطبخين وتزينين الكيك؟ الله، هاي بتسوي في دورات الشمس. في دورات؟ اي. شنو أكثر الهوايات اللي أنت تحبينها بعد غير الطبخ؟ إي الاهتمام بالحيوانات.
الله يا لحظة، الحين نوقف عند الموضوع حصة صح؟ إيه زين. الحين أنت زينتي هذه بالورد، شنو النكشات الثانية اللي تقدرين تزينين فيها؟ أقدر أزين بهاي، هاي بال هاي سكتلت. أيوة حطي اللي هي هاي حبيبات التزيين مالت الكعك الصغير خلود. زين بس أشوفها هاي باردة، هي شنو آيس كريم، كيكة آيس كريم ولا شنو؟ لا احنا حطيناها في الثلاجة عشان ما تذوب. ها فنانة بعد عشان التزيين ما يذوب، لأنه هو محطوط عليه كريمة أوريدي. اي هم اوريدي دهنينها، انتم دهنينها اوريدي بكريم. ونشوف هناك عندك كوكيز، عندك او الكعك اللي موجود هناك، ولا هاي بتحطينه فوق؟ لا لا هاي كوكيز، هاي يعني عندك تسوين الكيك يعني. انت فنانه حلويات مش موالح. ايه تحبين الحلويات اكثر صح؟ بس اعرف بعد اطبخ موالح. شنو مثل شنو تعرفين تطبخين موالح؟ السباجيتي، مكرونه. من علمتك هالاشياء؟ زين تكملين تزينت ولا زين عنك؟ تقدرين تساعديني؟ اساعدك؟ تقول لي تقدرين تساعديني. يلا زين الحين انت سويتي هني، انا بسوي لك هني. زين انت ما ضرب بسالك، بما انك قلتي انك تحبي تهتمين بالحيوانات، ايش قد مهم ان احنا يعني ننتبه حق الحيوانات الاليفه اللي عندنا؟ انت شنو عندك من الحيوانات اصلا في البيت؟ انا اعرف عنها شيء. ارانب. الله. وخالتي عندها فرت. ما شاء الله تهتمين فيها؟ فرت. الله تهتمين فيها؟ اي اساعدها. الله نشوف. انزين فما ضرب نخليك تزينين الكيكات اللي انت جايبتها ومسويتها صنعتها بايدك. مشاهدينا الكرام راح نروح معاكم في هذا التقرير عن الشوكولاتة الجديدة المراعية لصحة الكوكب وسكانه بسويسرا، خلونا نتابع. كشف صانع الشوكولاتة السويسري باري كالبو أخيرا عن تركيبة جديدة تحتوي على أجزاء من ثمرة نبتة الكاكاو كانت الشركة ترميها في السابق، مستهدفة بذلك الأجيال الشابة. ففي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المستهلكين تبحث عن أغذية تحتوي على الحبوب الكاملة وكمية أقل من السكر ومقدار أكبر من المغذيات ومواد غير مضرة بالبيئة، تحولت واحدة من أكبر شركات صناعة الشوكولا في العالم نحو هذا الاتجاه من خلال ابتكارها أنواعاً تعتمد على وصفة تستخدم ثمرة نبتة الكاكاو بنسبة 100% وليس بذورها فقط. هذا المنتج أكثر كلفة إذ عليك أن تقطف الثمرة في الوقت المناسب عندما تكون كل مكوناتها طازجة، هذا الأمر يتطلب لوجستيات مختلفة جدا وعملا أكثر تعقيدا بكثير. وهذه المنتجات الجديدة مليئة بالمغذيات إذ لم يهدر أي جزء من ثمرات الكاكاو لصنع الشوكولا التي كانت تنتج باستخدام البذور حصرياً، ومن المقرر أن تصبح الشوكولاتة المصنوعة من ثمرات الكاكاو بنسبة 100% متوافرة للطهاة والحلوانيين في مطلع العام المقبل. وفقدت الشوكولاتة بعضاً من جاذبيتها في الأسواق المتطورة حيث تواجه منافسة كبيرة من الأطعمة التي تعتبر صحية أكثر، كما أن سعر الكاكاو المرتفع يشكل عائقاً أمام الأرباح. مشاهدينا طبعاً رجعنا لكم مع ضيفتنا الصغيرة شيف الصغير، كانت تقول لنا تحت الهواء أن هي دارسة أو مثلاً متعلمة طبخ مع الأكاديمية أتوقع؟ كوكينج أكاديمي أو أكاديمية الطبخ. أي ما شاء الله، والله حلو أنه يكون عندها هاي يعني الموهبة وأنها تدرسها. والله في خلال التقرير أنا وحصة يعني رحنا شوية نحاول نزين معاها لأن الموضوع بعد ممتع صح؟ تحسينها يبي لها تركيز صح؟ تنسيق ألوان صح؟ وشنو الرسمات اللي تزينين فيها عادة تماضر؟ عادة؟ يعني شنو أحسن رسمة أنت تحسين أنك تقدرين تزينين فيها؟ وين ياخذك خيالك في التزيين؟ غير الورود. غير الورود؟ أيوة. تسوين شخصيات مثلا كرتونية؟ إيه يعني
أسوي مرات بس يعني أكثر شيء. أول شيء سويتيه كنتي أول كيكة شلون زينتيها؟ بالفواكه. حلو. حبيت. شكرا تماضل على وجودك معنا، وأكيد يعني إحنا ودنا كل الأطفال اللي في عمرك إن يسوون أشياء كذي مفيدة ونستضيفهم عندنا، يعني خلينا نشوف إبداعاتهم. شكرا تماضل. شكرا حبيبتي. مشاهدينا راح نبقى في عالم الطبخ، حيث يعد المنسف الطبق الوطني الأردني الذي ترتبط نشأته بتاريخ قديم وصمد على مدى آلاف السنين. نشاهد. يعد المنسف الطبق الوطني الأردني الذي ترتبط نشأته بحرب قديمة وتطور تاريخي وصمد على مدى آلاف السنين في الأردن، رمزا للأصالة وكرم الضيافة. طبعا المنسف انشهر في أكثر من دولة، بس الأساس والأصل المنسف في الأردن، وهو أزكى إشي، ولأنه أصلا نسبة لمملكة مؤاب قديما، فالمنسف طبخ اللبن في اللحم، فهذا هو الأساس. التطور في المواد المستخدمة فهي حسب التطور في النتاج الاقتصادي الزراعي وطبيعة الحياة الاقتصادية، فالانتقال من حالة الرعي كانت فقط يعتمد إعداد هذه الوجبة على اللبن الذي يستخرج من الحليب ثم مع الخبز فقط. والمنسف وجبة مميزة بفوائدها، تحتوي اللحم والخبز واللبن والأرز، وبالتالي يتم تقطيع الخبز إلى قطع صغيرة جدا، ثم يتم تشريب هذا الوعاء أو هذه القطع من الخبز ويوضع فوقها اللحم. الآن تطور في الجانب الزراعي، أصبح هناك أيضا توسعت الموائد بحيث يكون هناك القمح، وتم استخدامه كمائدة. عندما نستخدم جريش القمح على سبيل المثال دخل إلى هذه الوجبة، وبالتالي أصبح يعني أكثر حاجة لإطعام أكبر عدد ممكن من الضيوف أو من أهل البيت. هو طبق شمولي، يعني في كل الفوائد الغذائية، في متعة في تناول هذا الطبق، يمد الإنسان بأصالته، برجعه لأيام اللي هي اللي بحب يرجع لها في أيام زمان، وما زالت مستمرة لحد الآن. هي بتخلينا نرتبط بواقعنا وأصالتنا وتراثنا. وأدرج المنسف في كانون الأول ديسمبر الفائت على لائحة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. ومن المنسف في الأردن إلى تايلاند، التي تشهد حركة متنامية من الغواصين الشباب المهتمين بحماية البيئة البحرية، وخاصة الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض. وفي جزيرة كوتاو يتم جمع بيانات حول صحة الشعاب المرجانية كجزء من مشروع علمي عالمي، ويواجه الغواصين تحديات كبيرة، أبرزها ظاهرة بيضاض المرجان الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة المحيطات. بالرغم من ذلك تستمر الجهود لزراعة مستعمرات مرجانية جديدة مع تحقيق نسبة نجاح تصل إلى 75%. والخبراء يؤكدون والمتطوعين أن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكنهم مصممين على بذل قصارى جهدهم لحماية هذه النظم البيئية الهشعة والحيوية. نرجع للدوحة وننتقل إلى زميلة مريم المنصور، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية القطرية للسرطان وهيئة متاحف قطر. صباح الخير يا مريم. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أصبح عليكم بالخير وأيضا أصبح على زميلاتي بالاستديو. اليوم احنا موجودين في متحف قطر الأولمبي والرياضي 321 حتى نغطي اتفاقية التعاون بين الجمعية القطرية للسرطان وأيضا بين متاحف قطر. رح نسترسل ونسب في هذا الموضوع أكيد مع ضيفي الكريم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر الثاني رئيس الجمعية القطرية للسرطان. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا.
دكتور نبي شوي تكلمنا عن هذه الاتفاقية بينكم وبين متاحف قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتفاقية مجرد مثل ما يقولون الكريم على الكعك. نحن وهيئة قطر للمتاحف نعمل منذ فترة طويلة. الواحد يعني في دولة قطر يشوف الجهد اللي تبذلها هيئة المتاحف, ولما الواحد يتحدث عن هيئة المتاحف يتحدث عن هيئة عالمية وليس هيئة محلية فقط, لها وجودها وبصماتها في كل مكان في العالم. وحقيقة هم متعاونين معنا من سنوات, مش من شيء جديد, ولكن في الفترة الأخيرة صار مبادرة من الهيئة بأن هي تتبنى نشاطات الجمعية وعمل الجمعية. وكما قلت يعني مذكرة تفاهم مجرد لوضع النقاط على الحروف, ولكن قبل ذلك العمل موجود وما زال العمل مستمر. فإحنا نتشرف أن نكون جزء من المؤسسات التي تعمل مع هيئة المتاحف في كل نشاطاتها, في كل مثل ما يقولون نحن نفتخر فيهم, وفي نفس الوقت هم يدعموننا. الدعم هنا احنا لا نتحدث عن دعم مادي, نتحدث عن دعم بكل جوانبه, وجودنا وحضورنا في المناسبات اللي تدعونا فيها الهيئة, ووجود الهيئة في المناسبات اللي فيها الجمعية, هذا أكبر دعم بالنسبة لنا. الدعم المالي والدعم المعنوي والأمور هذه كلها تأتي لاحقا, ولكن هذه ببساطة يعني أو بعجالة الهدف من قضية. طيب دكتور, بما أن احنا قاعد نتكلم عن أنواع الدعم اللي مقدمة, ممكن المشاهدين يتساءلون, هي ممكن مو بس مادي مثل ما ذكرت حضرتك, لكن أيضا ممكن يكون معنوي, ممكن تعطينا فكرة كيف راح يكون وكيف راح يكون النتائج حتى على الجمعية؟ أول شيء المشاركة في فعاليات اللي تقيمها هيئة المتاحف. هيئة المتاحف لديها فعاليات عالمية مثل ما قلت, ويحضر ناس كثير من دول العالم إلى قطر, فوجودهم هم كراعي للجمعية هذا ندل على شيء, يدل على أي دولة تقاس مثل ما يقولون حضارتها بالتعليم والصحة وما يقدم للمجتمع. فما راح أتطرق للتعليم والصحة لأن هذا شيء كبير, ولكن ما يقدم للمجتمع هذا شيء أكبر. إذا كان مثل ما قلت بكل فخر الهيئة داعم للجمعية, الجمعية ترعى كل المرضى الغير قطريين اللي تم علاجهم في قطر, الجمعية تدفع جميع تكاليفهم, تتحمل بجميع تكاليفهم. هذا ندل شيء على شيء, ندل على حرص الجهات سواء الرسمية والجهات الغير حكومية, الشعب القطري والمقيمين على دعم الجمعية لمساندة هؤلاء الناس. فهذه حضارتنا, وهذه مثل ما يقولون احنا نرد الجميل للناس اللي تعمل في قطر. صحيح. طيب دكتور ما راح ناخذ من وقتك كثير, لكن انا حابه كثير شويه اسالك عن الحوار العفوي اللي صار في نهايه هذا الحوار مع الاتفاقيه والتوقيع. ذكرت البنات وقلت ان البنات هم اللي كانوا دافع لي ان هذه الاتفاقيه تصير. الدعم اللي المفروض نقدمه احنا حتى حق الشابات والبنات وشبابنا. والله انا اشكرك ان انا نسيت الموضوع, صار الكلام مثل ما قلتي عفوي. هم الاخوات جووني وزاروا الجمعيه يعني, وانا بالصدفه التقيت فيهم في الجمعيه. هذه في البدايه دكتور؟ في البدايه لا, العمل ما يعني متواصل كان, ولكن هم جاوا عندهم افكار اللي هم يبون يطرحونها على الجمعيه, ومن هالافكار تبلورت فكره مذكره التفاهم, واللي على اساسها راح نمشي على برنامج هم راح يقودون البرنامج. وطبعا انا افتخر بكل ابنائي وبناتي اللي يعملون سواء أو حتى اللي ما يعملون, ولما ننسى أن الجمعية عندها مركز تدريب, وإحنا نتمنى أن هم يدعون خواتهم وأهاليهم أن يأخذون ورش وعمل. عندنا المطبخ الصحي وعندنا ورش التثقيف هذه بالنسبة للنساء والوقاية من السرطان, فهذه دعوة مفتوحة للجميع. شكرا دكتور, شكرا على وجودك معنا, وشكرا أيضا على دعمك للمجتمع, وشكرا لدعمك لشبابنا. شكرا الله بارك فيكم. مشاهدينا كان معنا سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جمر آل ثاني رئيس الجمعية القطرية للسرطان, حتكلمنا كثير عن هذا الاتفاقية. خلوني بعد تكون معي ضيفتي وفاء العطوي. حياة الله وفاء, تفضلي. وفاء رئيس علاقات شركات في متاحف قطر. يعطيكم العافية, وإحنا تباركنا أصلاً بشراكتنا اليوم مع الجمعية القطرية للسرطان. متاحف قطر دائماً حريصة على دعم فئات المجتمع والتوعية ببرامجها الثقافية والفنون التراثية والتعليمية. فالهدف من هذه الاتفاقية أن دعم وتمكين
المتعايشين مع المرض في أنشطة المتاحف وبرامج التعليمية الفنون التراثية. وهذه الأنشطة قديمة بيننا وبين جمعية القطرية السرطان، بس حبينا أن نوثقها وتكون عبر اتفاقية دائمة حتى تطلع بالصورة والمجتمع يعرفها أكثر. ومثل ما صار اليوم حدث، فبالتالي راح نعرضها على الإعلام فالناس راح يعرفون أكثر. وبعد لا ننسى أن هذه الفئة من الفئات المهمة في المجتمع، فمش المفترض أن إحنا ما ننساهم، يعني ندمجهم في أنشطتنا في برامجنا. وإحنا المتاحف قلت لك عندنا برامج وأنشطة عالية المستوى، فالإفادة لنا ولهم إن شاء الله. شكرا وفاء. كلمة أخيرة تحبي تقولينها؟ يعني أنصح الجهات الحكومية الثانية أو المؤسسات أن يتخذون نفس الخطوة، لأن هذول الفئة هم يحتاجون دعم من الكل مش بس من متاحف قطر. شكرا وفاء. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا كانت معنا ضيفتنا وفاء العطوي رئيس علاقات شركات في متاحف قطر. نشكرهم جميعا كل ضيوفنا وكل العاملين على هذه الاتفاقية، لأنهم فعلا حابين أن تكون هذه الاتفاقية للعلن. هي كانت في السابق مستمرة ولكن هالمرة طلعت في العلن بالتحديد، حتى المشاهدين والمجتمع يعرف أن في اتفاقيات بين مؤسسات المجتمع المدني وأيضا بين متاحف قطر. فيعطيهم العافية والله يقويهم. نرجع للاستديو. شكرا مريم، وأكيد نشكر ضيوفها الكرام. وبكذي خلصنا حلقتنا يا خلود. طبعا وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لنهاية الحلقة لليوم. نشكركم على طيب المتابعة. وسؤال الحلقة القادمة، ما هي العطلة المثالية بالنسبة لك؟ قبل لا أروح أبي أحصل جاوب على السؤال. جاوبي على السؤال. شو أقول؟ شنو العطلة المثالية بالنسبة لك؟ العطلة المثالية أنك تخططين الرحلة، تقعدين مع نفسك خلوة بالنفس، تستمتعين بكل دقيقة، تستشعرين وجودك ورسالتك في الحياة. هاي كل اللي أقدر أقوله خلود. وأنا بعد ممتنة لتواجدك معي حصة. شكرا مشاهدينا على متابعتكم. نشوفكم إن شاء الله بكرة مع مواضيع جديدة وفي أمان الله.